ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهارده عصير برتقال المركز. طبعا ما ينفعش يعدي علينا موسم البرتقال من غير ما نخزن برتقال. الكل بيبقى عايل هم ازاي اخزن البرتقال. عصاره يدويه، طبعا عصاره كهرباء، واحنا عارفين طبعا العصارات اليدويه بتبقى مرهقه. هنعمله مع بعض النهارده بكل سهوله بدون عصاره يدويه وبدون عصاره كهرباء من البرتقال البلدي. اول حاجه معايا بسم الله الرحمن الرحيم هجيب نص كيلو جزر. طبعا الجزر بغسله كويس جدا وبقشره، بقشره البطاطس وبقطعه حلقات بالشكل ده. ونص كيلو الجزر بياخد 3 كيلو برتقان. البرتقان عندي برضو باخد بشر كيلو منهم، وابتدي برضو اقشر 3 كيلو برتقان عندي بنفس الشكل زي ما انتوا شايفين كده. ما باخدش اي قشرة بيضة لان القشرة البيضة دي هي اللي بتمرر معايا، وبشيل بذور البرتقان كلها وقطعه حلقات بالشكل ده. 3 كيلو برتقان قشرتهم بالشكل ده وقطعتهم حلقات زي ما قلت لكم. اخدت بشر كيلو برتقال، باخد البشره البرتقال الخارجيه الخفيفه خالص، ما تعمقش في القشره البيضة لان قلت لكم زي ما قلنا قلت لكم ان البيضة دي بتبقى هي سبب المرار وبصر البرتقال كمان. طبعا اللي مش بيعرف ياخد بالقشره بتاعه البطاطس وبيتعمق في القشره البيضة، لا في حل تاني جميل برضو وسهل عشان الكل برضو يبقى يعمل عصير برتقان بكل سهولة. عندي العين الضيقة دي بتاع المبشرة، ابتدي بقى ابشر بيها البرتقانة بالشكل ده زي ما انتوا شايفين، وبرضو ما تعمقش في القشرة البيضة. اهم حاجة عندي ان انا اخد القشرة البرتقان الخارجية الخفيفة دي عشان تدي نكهة عصير البرتقان القوي مع عصير برتقان المركز، لان عصير برتقان المركز بكسره بمية، ما ينفعش اشربه كده عشان تبقى نكهته قوية معايا في العصير. بضيف البشر وفي نفس الوقت بيدي لون جميل جدا برضو للبرتقال زي ما انتوا شايفين كده. هو ببشر البرتقانة بالشكل ده، ببشر الكيلو واخد بشر الكيلو اضيفه على الجزر، ببشر الكيلو كله زي ما انتوا شايفين كده بالمبشرة. لو مش هتعرفي بالقشرة بتاعة البطاطس عندك الحلين موجودين. هجيب معايا بقى حلة ارفعها على النار، وانزل فيها بنص كيلو الجزر وعليهم بشر الكيلو البرتقال، عليها كمان 3 كوبايات مية. اهم حاجة عندي ان البرتقال يستوي الجزر يستوي كويس مع بشر البرتقال. طب لو عندي البشر المية ابتدت تقل والجزر عندي ما استواش كويس، لا اضيف مية كمان لحد ما الجزر عندي يستوي كويس جدا. اهم حاجة عندي ان الجزر يستوي، اهو زي ما احنا شايفين الجزر ابتدى يستوي داخل على سوا كده وابتدت المية تقل. ضفت شوية مية كمان واسيبه يستوي واسيبه كمان يبرد، لان ما ينفعش اي اضرب اي حاجة في الخلاط عصاير او شرب وهي سخنة، لان ده بيسبب ان الخلاط معايا بيبوظ بسرعة. اسيب الجزر يبرد. هنا عندي الجزر بعد ما برد اهو استوى كويس جدا زي ما انتوا شايفين، لان كل ما يستوي اكتر كل ما يبتدي يتضرب معايا بكل سهوله وما يطلعش فائد كتير في وانا بصفيه. وطبعا ال 3 كيلو برتقان هياخدوا عندي 3 كوبايات سكر، لكل كيلو برتقان كوبايه سكر عشان ده عصير برتقان مركز. هكسره بميه، هنزل بقى بشويه من الجزر وشوية من البرتقال وشوية من السكر لحد عندي مضرب الخليط كله كده ويبقى عصير معايا اهو زي ما انتوا شايفين. والمية طبعا بتاعة الجزر بتساعد معايا العصير انه يبقى ناعم وجميل جدا. واخد عندي برضو كوباية سكر واحط شوية من حلقات البرتقال زي ما انتوا شايفين. اللي بيخلي البرتقال معاكي بيمرر هو البشرة البيضة كده بتاع قشر البرتقال، القشرة اللي بتبقى بيضة والبذر البرتقال ده اللي بيسبب المرار معايا. طالما الحاجات دي ما جاتش معايا عندي في العصير، العصير عمره معايا ما هيمرر. وعايزه اقول لكم جربت كل انواع العصير عندي كنت بعملها ومش بتمرر معايا، لان ما بستعملش القشرة الخارجية، بس ده افضل عصير برتقال جربته وبشهادة كل اللي جربوه. عايزه اقول لكم عصير في منتهى الجمال. بتجيبيه طبعا بتكسريه على طول. هنا عندي مصفى اهي
تكسريه بميه على طول، بتستعمليه شهر رمضان دخل عندك ضيف بيبقى جاهز عندك في اي وقت، الجو عندك حر عايزه تشربي حاجه جميله وفي نفس الوقت سريعه، تطلعيه على طول الكيس تضربيه على لتر ميه، عايزه اقولك في منتهى الجمال. نبتدي نصفي عندنا الكميه كلها بالشكل ده، نضربها في الخلاط ونعملها عصير كده. نبتدي نصفي العصير ده اهو زي ما انتم شايفين، والفائد بقى اللي هو شويه الخارجي اللي بيتبقوا في المصفى بحطهم في طبق. اهو ده اللي هيترمي وده عند العصير. ابتدي بقى اضغط بايدي كده لان العصير عندي مركز فبيبقى تقيل، ابتدي بقى اضغط كده عشان العصير عندي ينزل من المصفى، واخلص كل الكميه كده معايا بنفس الشكل، اضرب العصير عندي بكل الكميه وابتدي اصفيها زي ما انتم شايفين كده. نرجع بقى بعد ما صفيناها، اهي ده العصير عندي بعد ما اتصفى، شايفين لونه وطعمه في منتهى الجمال. عايزه اقول لك يعني مفيش اجمل من كده بصراحه، يعني عصير طعم ولون وريحه وحاجه تحفه كده، زي الحاجات اللي بتشربيها في المطاعم بالظبط. ده طبعا عندي الكميه اللي طلعت اللي هي هرميها، ودي طبعا العصير عندي. اجيب طبعا الاكياس اللي انا هخزن فيها اللي هي تكون رقم 5، حاجه صحيه اي نوع اكياس عندك بس تكون رقم 5. دي الكوبايه اللي انا عيرت بيها السكر، هاخد منها 3 كوبايات من العصير البرتقال المركز واحطهم في كيس. طبعا 3 كوبايات هكسرهم على رزق على لتر ميه لما اجي استعملهم، يعني بعد ما اخزنهم كده واجي استعمل العصير البرتقال المركز اكسر كل 3 كوبايات على لتر ميه. انا هنا هخزن معايا 3 كوبايات اللي انا هستعملهم على لتر ميه. انت طبعا عندك عدد الافراد الاسره اكتر، حابه تزودي الكميه زودي، يعني عايزه تعملي 6 على لترين ميه براحتك. كل واحد طبعا تبع حاجه تبع استخدامه للحاجه. وبكده عملنا مع بعض عصير برتقال مركز بكل سهوله، عايزه اقول لك في منتهى الجمال. اعبي الكميه كلها بالشكل ده وابتدي افرغ من كيس الهواء وابتدي اقفله كويس. كل الكميه معايا عندي هعبيها بالشكل ده، كل 3 كوبايات بكسرهم على لتر ميه، هعبي الكميه كلها بقى وارجع لكم اهو زي ما انتم شايفين كده. كل الكميه عندي بعبيها بنفس الشكل وافرغ الهواء كويس من الكيس. هنا بعد ما عبيت الكميه كلها، طبعا الثلاثة كيلو عملوا لي 5 اكياس، الكيس طبعا بغسله على لتر ميه، طبعا اللتر دوت لسه 3 كوبايات تاني، يعني بيطلع داخل على لترين عصير. كده عملنا مع بعض عصير البرتقال المركز بكل سهوله. يا رب تكون عجبكم، ما ننساش لايك وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.